سائل من خارج هذه البلاد يقول: يقل عدد المسلمين في بلدنا، فإذا حذرنا من أهل البدع حذرنا الناس منهم فإنهم يعرضون عن إجابة الدعوة. يقول: فكيف نجمع بين البراءة من أهل البدع وبين الدعوة في بلاد الكفار حيث يقل عدد المسلمين هناك؟ البراءة من أهل الشرك يا أخي، البراءة من أهل الشرك. أما أهل البدع التي لا تصل إلى الشرك فهؤلاء تتبرأ من بدعتهم فقط، تتبرأ من بدعتهم ولا تتبرأ منهم نهائيا. نعم.